هلا والله بالمرتبين، كيف حالكم؟ عساكم طيبين وبألف ألف خير إن شاء الله. رجعت لكم بفيديو جديد من سلسلة هاوس فليبرز اللي أتمنى تكون عجبتكم، وإن شاء الله مكملين عشان نوصل لأهدافنا. لازم عشان نوصل لأهدافنا نزبط أمورنا. بدي أشتري بيت، فهاي هي أول خطوة لليوم راح تكون. حاب أشتري هذا؟ لا، هذا أصلا معمول لديكور، فحاب أشتري بيت يكون واسع، فهذا البيت واسع أساسا. لو نيجي نطلع يعني هسه ممكن نشتري، فخلينا نشتغل عبين ما نشتري وبعدين نقعد نتاجر في البيوت، فبيكون أحسن، لأنه أنا حاب أكون يعني متاجر في البيوت. هلأ هذا عم بيحكي لي إنه في الكريسماس، احتفالية الكريسماس، فيبدو لي إذا كان هذا بيته حيكون جد حلو إنه نشتغل فيه، فبدي نشتغل عنده. شوف، بده ننظف له البيت أكيد، بده نعمل له زينة للكريسماس وما إلى ذلك، فإحنا جاهزين إن شاء الله. لا، بيته جد حلو يا جماعة الخير، عن جد بيته حلو. فيس، بس يعني قد ما هو حلو أنا ما أعرف وين المدخل الأساسي. أوكي، أوف، وين هذا هو الباب؟ أوكي، مرحبا، كيفكم؟ يس، زي ما حكيت لكم عنا تنظيف، يعني البيت معفن، معفن جدا، معفن البيت زي ما انتم شايفين، كثير معفن، حتى الكراسي يعني مش بمحلها ابدا. لكن هذا مش عندي، استنى، الكراسي الا بتكون وسخه، خلي كل شيء مكانه. ياي، في عنا دهان وفي عنا سيراميك راح نعلق، فحيكون جد لطيف الموضوع. هلأ هم يبدو لي انهم احتفلوا اساسا بالكريسماس، فالبيت هلأ مش منظف، بده تنظيف، ف يعني هذا الحكي بعد الاحتفالية. فيس، احنا جاهزين، جاهزين ان شاء الله. طلع كاسين الكاسة، لو امي تشوفكم بس. الله، طلع يعني جدا قدر البيت. خلي باللي بيحتفل وبنبسط وبغير جو ينظف وراه وخلص، ما في داعي للقدارة، يعني ما في داعي تكون شخص وسخ. وال وال جدول، حسبي الله ونعم الوكيل. طلع كل هاي الأوساخ كلها برا، يعني السلال طبعا. أنت داخل وكاب وكاب، كب في السلة نفسها، ليش بتكب على الأرض؟ أوكي، المفروض أسكت أنا لأنه هم جايبيني بفلوس، يعني مش ببلاش جايبيني.
أوكي. هلا بدنا نشتري الأشياء اللي هو طالبها عشان زين فيها الغرفة أتوقع. فوين الغرفة اللي أنا فيها بالطابق الثاني؟ اللي هي هاي. يس. فرح نشتري هدول الشغلات. أرجيكم بس. هايهم. هدول كاملين. ف رح أبلش بالشغلات المقدور عليها زي هاي مثلا. أوكي. هاي ممكن نعلقها بأي مكان بس تعليقتها بدها تكون هيك في مكان لطيف مثلا. لا مش حلو اطلع. ممكن زي هيك وانت داخل على البيت يعني. من انت هلا داخل من برا رح تدخل بهذا الشكل، فاحنا نحطها بالنص تقريبا، وانت داخل من برا تشوفها بالنص بهذا الشكل، بطلع حلو. وكمان هاي الاضواء حلوة، راح اختار لها لونين، اخضر مع ما حيبين اللون الثاني كثير، فراح اخليه نورمال. راح احطه تحت هاي او لا تحت هاي راح احطه. بهذا الشكل بس لا مو حلو صراحة، مو حلوة. بس هي هذا المكان الوحيد حاليا لها، او خليها هون هيك احسن بدل ما هي تحت. اضويها. تضوي؟ المفروض تضوي، ما بتضوي للاسف. نشوف هاي برضو نفسها، فمش عارف انا شايفها كلها بشعة اصلا يعني مو عجبتني، فمش عارف وين لازم احطها. هلا راح احطها هون. خلاص مشي، شو بدك تعمل؟ بدك تمشي يا كبير. شوف هاي الفازة راح اخذ منها واحدة سمول تكون صغيرة، نحطها على التيبل اللي هون الطاولة. اوكي حلوة. والتانية راح تكون كبيرة حيث انه ما بزبط. اوكي التانية لا معناته بناخدها برضو صغيرة نحطها هون على هاي الطاولة. اوف اوكي خدها صغيرة بس غير لونها، نعتمد الاحمر بس نغير لونها من فوق لا والله احمر احلى. معلش الموضوع لانه بغلب، انت بدك تختار، بدك تكون يعني انت بدك تكون مهندس، انت مش مجرد واحد بيجي بنظف البيت وبروح. الله بشع مكانها. اوكي فراح احطها على الزاوية حس احلى، وهلا بنضيف لها شغله يعني ثانيه. اوكي في عندنا هون شجره، حجيب له شجره كبيره وحدمش فيها اللون الاحمر. اوكي هاي احسن هاي الكبيره. هلا حسبي الله ونعم الوكيل. هبلني هذا بس وين نحطها يعني مش فاهم. خلاص هون ندوي له اياها. اوكي في عنا هاي التفاحة، وين نحط لك اياها يا بوب؟ خلينا نحطها جنبك عشان لما تصحى من النوم تنبسط. مشكلة انه هاي التفاحة حقها 30 دولار، يعني هذا جد غني بس كثير مكانها بشع. خليه جنبه وهو بيتروق يشرب قهوته. اوكي في عنا هون بيت، بده يشتري بيت بس وين نحط لك البيت هاد؟ هون صار خلص فيه كثير شغلات فبشع حيكون. حنحط البيت هون برضو بشع بس يعني خلص مش هو هيك بده، بدنا نمشي معه. وين ضواب الغرفة؟ أنا مو حاسس إن الغرفة حلوة بدون ضواب، هي أصلا ما فيها ضواب غير اللامب، تيبل لامب يعني. أوكي في عنا هدول النجوم، هدول حلوين حيكونوا. نحط واحدة هون واحدة هون واحدة هون، ولا التانية حنزلها أكتر.
ارفع هاي هلا وهيك. هلا ضل واحدة بس، وين نحطها؟ هون. شوف بدي اياها نفس المستوى صراحة، اتوقع انه هيك تمام. نضوي له اياهم. هلا بس بده اللي هي نجوم هاي، حختار لها لون. واحدة حتكون لا بزبطش. هلا هون راح يكونوا. هيك بنكون خلصنا هاي الغرفة. مو حلوة هاي الواجهة بالمرة، مو حلوة. هاي السبب اول اشي، هاي كثير مبشع المكان، فرح ارفعها لهون مع انه ما حد شايف اصلا. طيب والنجوم هاي بدنا نعدل وضعها، يعني رح اشيل هاي لهون. اوكي شيل هاي هيك، فمش عارف فيش تناسق ابدا يعني. هيك أزبط شوي شوي يعني. أزبط شوي، حلو والله، يعني جيدة مش حلوة، حلوة بتجنن يعني. يعني هيك احنا خلصنا هاي الغرفة الحمد لله. هلا نضوي الكريدور. شوف الحمام وانت بكرامة، شوية تنظيف شوية تزبيط. خلصنا تنظيف مبدئيا. اوكي برضو بده نشتري له اشياء كتير لهذا الحمام. ضوء، شو هذا؟ دهان. اوكي ثواني، بده دهان. بده البانلز هدول. شو كمان بده؟ فكرة جد بغلب هذا البني آدم. Thank you.
حلو الصراحة الحمام، جميل جميل يعني. بس الغلط انه انا حطيت السيراميك هون، نسيت الاضواء. اوكي نعمل الاضواء هون عشان اللي بيروح يعمل يقضي حاجته تكون اموره جيدة، هيك رومانسية الاضاءة. نعمل واحدة هون فوق، لا بدونها بالجد، هات لي هاي حطها فوق المريد، فوق المرد تطلع جد حلوة. جد حلوة هيك، اضوي هاي، الله اضوي هاي، الله كثير حلو صراحة. ضب هدول. اوكي يلا سيو، خلصنا من الحمام. هون شو الوضع؟ لانه لسه في برا الجاردن بدنا نظبطها. اوكي تمام فهمت. افتح الباب، افتح الباب. خلصنا هون. هلا ضل هذا الكرادور بدنا نظبطه، فشو بدنا نعمل له فيه؟ ليتس سي. في هون اشياء. هذا الدرج. اوكي تمام، نظبط الكرادور تبعه، فنعلق فيه هاي، خليها هون، خلي انزلهم كلهم عشان اعرف شو بدي اصمم. جوارب اليوم هون عشان هو نازل ياخذ له شرابه. شو هاد؟ سيف؟ والله ما بعرف ايش هاد، بس احس متناسق لو عملناه بس بالعكس. 2، الله حلو هيك. طيب هدول يا الله شو بضايقني شكلهم، مو حلوين يا اخي، مو حلوين والله، مو حلوين. ايه بضوش كمان اصلا يعني. طيب وعندنا كمان هاي، يا هدول بضوش كمان تانيات، حطهم فوق الباب، بدهم اماكن عالية بحسهم. هاي هاي، لا استنى، هاي طالب كمان واحدة منها، احط لي اياها هون فوق الباب. في عندنا كمان واحدة من هاي، وين نحط له اياها؟ اوكي احط له هون، مية مية. بس احس لو الجوارب تيجي هون احسن ترى، بس احكي لكم كيف. هاي الجوارب حط لي اياها هون، عشان وانا طالع من الدرج بيطلع المنظر احلى، يعني باجي بشوف اشي حلو، فهمتوا علي؟ فيس زي هيك، فلا حلو جد حلو. اوكي ننزل على القذارة اللي تحت، بس نضوي الضواو لانه الدنيا ليل صارت. ايش في؟ مش عم بنزل انا. بسم الله. اوكي نضوي الضواو لانه جد اتمم، مش شايف شي. اوكي ننظف ولادي، ضو. بس الحلو انه ما عندهم عفن يعني، الحمد لله. طيب خلينا نظبط هاي غرفة الخزين هاي. هاي على الارض بس يعني؟ هاي بس على الارض يا كبير. بس نشوف. وهاي برضو هاي على الارض؟ مستحيل ما نقدر نرفعها يعني؟ حطها هون، حط الثانية فوقها، حط هاي هون، نظبط هاي، خليها هيك. Thank you.
باتمان يا اخوان. واخيرا يعني انا ما خلص طبعا, بس واخيرا قربت اخلص. اتوقع لسه في اشياء بدها تنظيف, مش عارف شو اللي ضل. ف يعني كثير متحمس اني اخلص. يعني انتوا متخيلين كل هذا الشغل وكلفني, يعني حاخد منه حوالي بس 4300, يعني ولا اشي حاخد منه. يعني لو اني ما اشتغلت عنده احسن. اللي اشتغلت عنده قبل شوي, العميل اللي اجاني قبل شوي, كان احسن بكثير صراحة. اوكي هلا بدنا نبيع اشياء. شو هي؟ مش عارف. العميل اللي رحنا عنده قبل الحلقة الماضية كان افضل. ليش؟ لانه هيك خلصنا كامل, لانه اعطاني 5000 على شغل بسيط. فا اوكي صح, انا هون مش منتبه على هاي السجادة. حس انه لازم تعدل الطاولة, كمان لازم تعدل, بس والله ماني معدلها على الفلوس اللي حيعطيني اياها. وهي انتر راح اسلم الشغل, لانه جد الراتب كتير كان قليل مقابل الشغل اللي اشتغلته. طلعوا كيف غيرت له البيت تغيير, قلبته قلابه, طلع الحمام. يعني ما بعرف والله, مو منطق اللي عم بيسوي. كثير يعني ظلمني بالمبلغ. طلعوا الغرفة ما احلاها صارت, من جد حرام جد. يعني ضايقت لا جد جد ضايقت, لانه جد تعبت. يعني انا اخذ مني ساعة وثلث بس, يعني التصوير هاي لهلا ساعة وثلث وانا في هالبيت بس وعلى الفاضي على 5000. طب متى بدي اقدر ابلش انا اهدافي احققها؟ على كل حال احنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة. ما علينا, ان شاء الله الحلقة الجاية يعني بنشتغل نشوف قدي صار بحسابنا. هلا عندنا 72000, قربنا من هدفنا ان شاء الله. الحلقة الجاية بنشتغلنا هيك شغلة خفيفة لطيفة, يدفعونا فيها 5000 ونروح نشتري البيت الجديد. بعدين بلش نجهز البيت الجديد عشان نبيع ونصير تجار عقاريين. فأتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة, فدعمكم و إلى آخره. أنا فصلت على فكرة, فلازم أروح هسه. ففي أمان الله حبايبي.